هل خطر في بالك يوما أن كويكبا يمكن أن يضرب الأرض يوما ما؟ بغض النظر عما تجيب عليه، فإن بعض أكثر العقول اللامعة اليوم منشغلون بكيفية مساعدة البشرية على التعامل مع مثل هذه الكارثة. أحدهم هو إيلون ماسك، وهو يأخذ خطواته الخاصة لضمان بقاء البشرية على قيد الحياة من هذه الكارثة. لكن ناسا كانت تفكر في نفس المشكلة، وحتى تطلق تحذيرا من اصطدام كوني محتمل مع كويكب. ولمنع مثل هذه الحوادث تعمل ناسا على نظام يعرف باسم دارتس. ما هو دارتس؟ وهو الناسا تستخدمه لمنع الكويكبات من اصطدامها بالأرض. من المهم معرفة بعض الأشياء عن الكويكبات. تقول فيدريكا سبوتو عالمة أبحاث في مراكز الكواكب الصغيرة، يمكنك التفكير في الكويكبات على أنها كواكب لم تكتمل، لكنها هي ما تبقى من أصل النظام الشمسي. واندمج النظام الشمسي من سحابة من الغاز والغبار منذ حوالي 4 مليار سنة. وجذبت الجاذبية الجزء المركزي من هذه السحابة إلى كرة عملاقة اشتعلت في الشمس، بينما تشكلت المادة المتبقية تدريجيا إلى حصن صغير وصخور. وقد أدى التجاذب بين هذه الأجسام الصغيرة إلى تقريبها من بعضها البعض، وسمح لبعضها بالاتحاد في أجسام أكبر مثل الكواكب. وبحسب سبوتو، فإن الكواكب الكبيرة مثل كوكب المشتري وزحل التهمت معظم الأجسام، فمن يستطيع الاستيلاء على المزيد يصبح أكبر وأكبر. وتضيف سبوتو أن الكثير من القطع المتبقية انتهى بها المطاف في أكبر الكويكبات مثل سيرس وفيستا. كانت هذه من بين الكويكبات الأولى التي تم اكتشافها، ويمكن العثور على العديد من الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي الواقع بين المريخ والمشتري. وتقول سبوتو أن هذه الصخور أصبحت محصورة هناك بسبب جاذبية المشتري عندما استقر الكوكب العملاق في مداره. وأضافت أن حجم الكويكبات في الحزام كان في الأصل أكبر بكثير، ولكن على مدى مليارات السنين أدت المراوغات في جاذبية المشتري أحياناً إلى إلقاء كويكبات بعيداً، مما يعني أن أعداداً كبيرة منها قد تم إلقاؤها خارج النظام الشمسي. وأحصت وكالة ناسا أكثر من مليون كويكب معروف. وفي عام 2010 حددت وكالة ناسا مدارات 90% من الأجسام التي يبلغ قطرها 0.6 ميل، أي ما يعادل 1 كيلومترا أو أكبر، والتي ستكون كارثية إذا اصطدمت بكوكبنا. ووجدت أنه لا يوجد أي منها في دورات التصادم مع الأرض، كما أنه لدى ناسا حاليا تفويض من الكونغرس لتحديد 90% من الأجسام القريبة من الأرض التي يبلغ قطرها 460 قدما أو أكبر، والتي يمكن أن تدمر مدينة أو منطقة كبيرة من الريف إذا كانت ستضرب كوكبنا. فهل نحن حقا في خطر الاصطدام بكويكب؟ الإجابة المختصرة هي نعم. منذ أن تشكلت الأرض قبل حوالي 4.5 مليار سنة، اصطدمت الكويكبات والمذنبات بشكل روتيني بالكوكب، وهو كويكب يبلغ حجمه أكثر من ربع ميل، قادر على إحداث كارثة عالمية. وقد قدر الباحثون أن مثل هذا التأثير من شأنه أن يرفع ما يكفي من الغبار في الغلاف الجوي لخلق شتاء نووي بشكل فعال، مما يؤدي إلى تعطيل الزراعة في جميع أنحاء العالم. ويمكن الكويكبات الأصغر أن تدمر مدينة أو تتسبب في حدوث موجات مدمرة من الصخور الفضائية التي لا يقل حجمها عن 82 قدما أو 25 مترا، تحترق مع دخولها الغلاف الجوي. في عام 2013 اصطدم كويكب بالغلاف الجوي فوق مدينة تشيليابينسك الروسية، مما تسبب في موجة صدمة أسفرت عن إصابة 1200 شخص. ويعتقد أن صخرة الفضاء قد بلغ عرضها حوالي 56 قدما أو 20 مترا عندما دخلت الغلاف الجوي للأرض. السؤال هو، كيف يمكننا حماية الأرض من ضربة قاتلة محتملة في المستقبل؟ أم أننا عاجزون وننتظر فقط لنرى أي ضرر سيحدث للكويكب في مسار تصادم مع الأرض الذي سيحدثه إيلون ماسك عند تحويل كوكب المريخ إلى كوكب صالح للسكن، يفسر البيئة أنه يجب على جزء من البشرية أن يبدأ العيش على المريخ حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة.